اهلا اهلا بصاحبه انجح فكره مجله. طب اقول لك ايه بقى، انا فاتحه السبيكر ومعايا انجي وصفاء وهند، يا ريت تقول اللي انت قلته لي من شويه. طب اولا ازيكم جميعا، ثانيا عايز اقول لكم الطبعه الاولى من مجله خلصت ومطلوب طبعه تانية. ايوه يا مجنونه يا مجنونه. كنت واثقه انت يا انجي؟ ايوه ما زلت واثقه. طيب في خبر تاني بس مش هقوله لكم دلوقتي لما نخلص شغل. وعايزكم بقى بسرعه تشتغلوا على العدد التاني، عايزه في خلال كام يوم الجايين لو سمحتوا. ان شاء الله. ده غير بقى ان حمزه البسيوني شهر انجي بشكل غير عادي. يا حسام انا عماله اقولها كلامنا من الصبح وهي مش مصدقه. مش مهم، المهم ان العدد الجاي بقى اقوى من العدد ده. اكيد طبعا. وانا منتظر. هزمتوني كلكم، مبروك. مبروك علينا يا استاذ. يلا باي باي يا استاذ. باي يا اساتذه. باي. طب انا عندي بقى تصور للعدد التاني. وانا كمان. انا عملت تحليل دقيق لنقاط القوه والضعف في العدد الاول. شايفين في اللغه الله العربيه؟ الله استاذ. المهم لقيت ان اضعف موضوع عندنا هو موضوع رجل المال. يعني انا حاسه بصراحه ان هو المفروض يكون اقرب للناس، سواء بقى بالصح او الغلط اللي عمله. يعني بصراحه كده لازم يكون في وضوح اكتر حتى لو الناس عرفت هو مين. متفقه معاكي جدا. بس ده مش خطر؟ لا مش خطر، طالما المجله سمعته بقى ليها اسم. بالعكس ده هيزود قوتها. برافو عليكي يا هيدا. بص انا شايفه ان في توارد افكار بيننا. هي انا بقى هعمل لكم موضوعين بس العدد الجاي. ليه بقى ان شاء الله؟ اولا عشان هما موضوعين كبار. اول موضوع باب رجل الاعمال، هكتب لكم قصه عن رجل الاعمال هتقروا فيه اللي متخيلينه واللي مش متخيلينه. مين؟ مرتضى البارودي. يا انجي ده راجل اتم قوي، انا ما بحبوش، قابلته مره في حياتي. طب انا عايز اعرف حاجه، انت اصلا تعرفي حد هناك هيديكي المعلومات دي؟ اعرف طليقته. ايوه صاحبتك يعني؟ طب عايزه افهم واثقه فيها ازاي؟ انا طليقته. بجد؟ الموضوع التاني بقى الريبورتاج. لا ما تقلقيش، ده احنا سايبينهولك اصلا. افساد الذوق العام، كل بقى بتوع السينمات والكليبات والبوظان الرهيب ده. تبهريني. حلوه الفكره دي قوي يا انجي. تمام، يبقى احنا نشتغل زي ما احنا ونبدا على طول. اوكي يلا بينا. يلا بينا. انا ما اتاخرتش اهو. بيتر ايه يا عم، في ايه خضتني؟ بارك لي. مبروك. ايه؟ خدت بطلان. ايه يا عم الفضايح دي؟ انا غلطان ان انا جيت لك؟ فضايح؟ يا دي حاجه تتكسف منها يا عم، دي حاجه تفرح، ترقص، تزيط. انا كنت فاكر كده، بس بصراحه بعد ما حصل بقيت مكسوف قوي. مكسوف ايه؟ قول لي بس، خدت البطلان ده ازاي؟ بص انا مراتي مش مظبوطه نفسيا، يعني كان عندها مرض نفسي قبل الجواز وما قالتليش عليه. جبت اللي يثبت الكلام ده وعملوا لها كوموسيون طبي. النتيجه طلعت انها فعلا مريضه، ورغم كده قعدت يجي سنه لحد ما خدت البطلان. طب وورقه الكوميسيون دي ينفع اي حد يضربها لنا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اه اتجننت، انا اصلا مجنون يا عم، بلاش هي، انا مريض نفسي. انت بتهزر. لا مش بهرج، بتكلم جد، مريض نفسي وما عنديش علاج. عينك على طول على السجاير والمساعدين والناس اللي فوق والناس اللي تحت. مساء الخير يا اولاد. مساء الخير يا استاذ. عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. الزغلول استاذنك خليه يجيب لي شاي. شاي بسرعه يا استاذ. تعمل ايه؟ كله كويس يا استاذ. كويس؟ كله كويس. مبسوط منك جدا. الحمد لله. في مدير انتاج اسمه زغلول. نصيبه يا ريس. انا ما عنديش اعتراض، بس هو اصله مش الموسم بتاعه. ولا يهمك يا استاذ، فداك يا استاذ. تخلص منه ازاي؟ طيب. بص. ايوه يا استاذ. اول ما يجيب لي الشاي تجيبه لي على طول. عيني يا استاذ. السلام عليكم يا استاذ. مالك يا استاذ؟ خلي بالك يا استاذ، خلي بالك يا استاذ. زغلول استاذنك دخلي المكتب بس. خلي بالك يا استاذ، معلش يا استاذ، اتفضل. فداك يا استاذ. يا منيل انا معاك معاك انا معاك. خليكي بقى انت هنا، اوعى تتحركي لا كده ولا كده. حاضر. اخشى يا ابني اخشى اخشى عليه.
زغلول بالراحة من فضلك. حاضر يا أستاذ، ألف سلام عليك يا أستاذ. تشكر. ألف سلام عليك. متشكر متشكر. ألف سلام يا أستاذ. خلاص متشكر جدا. لا 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 زغلول. نعم زغلول. نعم يا أستاذ. تحت تحت. حاضر يا أستاذ، حاضر يا أستاذ، ألف سلام عليك يا أستاذ. تقلع الجزمة يا أستاذ. ما تتفلقش أقلع الجزمة. حاضر يا أستاذ. هنا يا أستاذ كده يا أستاذ. فوق هنا. أه يا أستاذ حاضر يا أستاذ. ألف سلام عليك يا أستاذ. بس ألف سلام عليك. مدير انتاج زغلول. مالك يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ عملت ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ عملت خلاص. ايه يا استاذ؟ خلاص. السلام عليكم يا استاذ. ايه يا استاذ؟ خلاص. ايه يا استاذ؟ في ايه يا استاذ؟ خلصت. ايه يا استاذ؟ خلصت ايه يا استاذ؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يا استاذ انت اهم عندي من الدنيا كلها. في ايه بس؟ خلاص. اخشى هنا. خلصت. خلصت. روح انت زغلول دلوقتي. حاضر يا استاذ. الف سلامة. الف سلامة. ألف سلام. اخشع. سلام أستاذ. سلام. بتنسي ده؟ بيتك. لا لا لا. زين بجد أدائك بقى عشوائي جدا. أنت بقيت تقلقني وما بتفهمش. معلش يا أستاذ بس اندمجت في الدور. والله العظيم يا أستاذ أنت بتنسي بجد. طب ما أنا كنت بمثل بجد. إيه الغباء ده؟ حطيت الحاجة؟ حاجة ايه؟ يا نهار اسود. اوه الحاجة اللي قلت لك تجيبها حطيتها؟ اه تمام. طلعت صوت ايه ده؟ ايه ده؟ كله تمام فعلا؟ كله تمام يا ريس. طيب ما هو ده اللي قلقني. متأكد كله تمام؟ ها؟ خلاص ربنا معانا. دي كلها فقرات حمزه اللي عايزها. انا كم مره قلت محدش يشرب سجاير في البلاتو؟ كم مره؟ فتحي. ايه يا استاذه؟ عايزه اعمل اجتماع مع كل كرول بريال. ممكن تجمعهم لي كلهم دلوقتي؟ دلوقتي. دلوقتي على طول. كلهم؟ اه كلهم. تحتاجيني معاهم؟ بيتهيألي. تحب تشربي حاجه مع ال... يلا يا فتحي. البيت حالك. ليه في حاجه؟ لا عادي. هعمل اجتماع مع فريق البرنامج، عايزه اتكلم معاهم اشوف مشاكلهم. ما علينا، المهم ماهي هنا ودي فوزية. المفروض ان حمزة هيدخل بأول قضية. عم رفعت روح الميتنج روم لأستاذة آية. أستاذي هستأذنك على الميتنج روم حالا. معلش أستاذ سمير هستأذنك دلوقتي تروح لأستاذة آية عشان عايزانا في الميتنج روم. حاضر. لا دلوقتي ضروري مفيش وقت دلوقتي. صدق